زابينغ. نبدأ الزابينغ متاعنا لليوم. قالك تعليقا على تدهور الأحوال الجوية في تونس، قالك يا سيدي وقيل علي الريحي وخالد عجاج ومدلين المطار خرجوا يعملوا في دورة. زابينغ. خاص بمشروع قانون ميزانية 2013، من الاخر قالك اعطيني ما تبقى لك من مال في جيبك يا غلام، من الاخر خويا نفض روحك وإجاني. وفي المقابل نلقاو الاخت محرزية العبيدي ديجا لمت 110 ملايين معناها في المدة اللي قضاتها في المجلس التأسيسي. بالله العزيز كان شرينا الدستور بالحاضر رانا طلعنا رابحين في الافار. الصبر وبرا، ما احنا ديما نقولوا راه الكريدي والبيع بالتقسيط ليه كان هذا خدام. قالك من خلال تقرير قدمته احدى المنظمات الغير حكوميه تبين ان السعوديه احتلت المركز السابع عالميا من حيث النفقات العسكريه اللي وصلت 48 مليار دولار، مع العلم انه اخر معركه خاضتها الجزيره العربيه كانت معركه احد. كان الزبيك نتاعنا لليوم، قالك يا سيدي فما بوليس سد ثلاثه مهابل، قالوا له بالله سيبنا، قالوا بسمع نسالكم ثلاثه اسئله كيفيه ناس البريه فما صاحبي سؤال البوليس، قالوا نسالكم ثلاثه سؤالات كان جاوبوا عليهم صح نسيبكم، قالوا له باهي اسالوا لاني، قالوا شكون ربح في الماتش من اللي فات ما بين الريال وبرسا، قالوا له الريال. جان الثاني قالوا في معركه بدر شكون ربح الكفار ولا المسلمين، قالوا له المسلمين. جاء الثالث قالوا اسنو اش استنتجت انت من السؤالين هذوما زوز، قالوا المهول الريال والمسلمين في الفينال.